وطبعا عرفنا خلاص استاذ يوسف الشريف هيعمل ايه في رمضان اللي جاي. ما بطلوا نخوره بقى في ام الكوكب. انت عبيط حضرتك، انت عبيط. في موضوع كده عايز اتكلم فيه من غير ما اغلط، بهدوء على قد ما اقدر، عشان احنا في شهر كريم في ايام مفترجه وفي ناس صايمه، مش هينفع نغلط ومش هينفع نقل ادبنا. امبارح ماشي في الشارع في امان الله لقيت لك اتنين واقفين عاملين كده، ايه ده؟ في ايه يا معلم؟ في ايه يا معلم؟ بتفرج على الصاروخ وهو معدي، الصاروخ اللي هو الصاروخ الصيني اللي هو تايه ده، بشوفه وعايز اتفرج عليه. ده حدث تاريخي، حدث تاريخي. طب ما الصاروخ تاه منهم. بقول له حاجه، صاروخ ايه اللي انت عبيط يا باشا؟ قال ايه ده؟ لو وقع ده باشا واتصورنا جنبه، ده هيبقى ولا صوره الدبابات ايام ما نزلت في المظاهرات، هحطها على الفيسبوك. هو فين؟ هو فين؟ الناس دي عبيطه. انت فاكر لما الصاروخ ده هينزل انت هتعرف تتصور جنبه؟ احنا هنموت كلنا، هنبقى عاملين زي رامي كشف، هنموت كلنا. انت عبيط حضرتك، انت عبيط. في ناس مقتنعة ان الصاروخ لما يقع ممكن اتصور جنبه بعد ما يقع كده ويهدى ويستقر يعني على الارض، اقوم اتصور بقى سيلفي انا والصاروخ. ويا سلام بقى على استظراف الشعب المصري الجميل. جميل، لقيت لك واحد كاتب على الفيسبوك يا جماعة طب الصينيين ما يغيروا البطارية بتاعت الريموت، يمكن الريموت. كوميديان، انت كوميديان، خرب بيت امك. لا وكله كوم بقى، وتلاقي بنت جميله قوي كيوت خالص كاتبه على الفيسبوك يا رب الصاروخ يقع على مدرستي عشان ما نروحش نمتحن، يعني عشان انت ما تمتحنيش وعشان انت مش مذاكره وزفت على دماغك نموت كلنا. انت عبيطه يا استاذه، ما تذاكري يا اختي، ذاكري ذاكري بدل ما انت مستنيه الصاروخ ينزل على ام دماغنا، على ام دماغك. على مش هغلط انا، مش هغلط عشان احنا في رمضان، مش اهو، مش هغلط انا، مش هغلط. لقيت لك محل منزل يقول لك توقع الصاروخ هينزل فين وليك وجبه هديه وليك جوائز ومفاجات. لا يا رب الصاروخ ينزل على دماغك عشان انا تعبت، والله العظيم انا تعبت. ده احنا شعب مالوش كتالوج، والله شعب. وانا منكو، انا منكو، انا يعني وانا مش مصري، ما انا مصري بس انا ما شفت زيكم. والله انا تعبت، انا تعبت. ورسالة بقى للشعب الصيني الجميل، ما تبطلوا نخوره بقى في ام الكوكب، يعني بطلوا نخوره كده وتقعدوا تلعبوا في اي حاجه وفي كل ايه ده؟ خفاش اكله، جالنا كورونا ولبسنا كلنا خرا على دماغنا، هعمل صاروخ حضرتك؟ ما تبطلوا نخوره بقى، والله العظيم هموت بسببكم. اتقوا ربنا فينا، اتقوا ربنا. بعد اذنكم بطلوا نخوره في الكوكب، الكوكب بيبوظ بسببكم. رسالة لكل الصينيين، واتمنى الجزء ده حد يقصه ويترجمه صيني. بعد اذنكم سيبونا في حالنا، سيبوا ام الكوكب في حاله، عشان الكوكب بيروح مني، الكوكب بيروح مني، والله العظيم ثلاثة انا مش عارف اعمل ايه. وطبعا عرفنا خلاص استاذ يوسف الشريف هيعمل ايه في رمضان اللي جاي، هيعمل مسلسل اسمه يعني الصاروخ تاه واللي جابه لعبد لله.